نستنى رحمة الله بلكن يرمونا هان. ايش عاش في طحين؟ والله يا عم الله يرضى عليك، لنا ثلاث ايام قاعدين على الحاجز عشان نجيب كيس طحين، والله لنا ثلاث ايام ما ناكل. طيب ايش فيها لقيتها بنلحق نجيب لو في ما بتلحقش الا في نصص الليالي وبدك تضلك مرابط والله اول امبارح راحت في الليل وروحت. ايش والمنظر هذا برمي الفاد المنظر هذا برمي هيك قدام طبشنا كل الناس بتهجم السكاكين يا عم بدنا نشوفولنا حل منيح هيك بزبطش، ليش نستنى المساعدات؟ طقوا كتلة ست الفار، طب مش حرام؟ قلت انا اروح ولا ما اروحش في طحين؟ ما تروحش على الفاضي، روح في نص الليل وهو اذا روح الطيب احمد الله. الله هذا اذا روح الطيب احمد الله. كيس طحين اغلى من البني ادم صار. اليوم البني ادم مالوش قيمة في غزة، اليوم كيس طحين هو اللي له قيمة. هو اللي له قيمة. كيس طحين رغيف الخبز هو اللي له قيمة، البني ادم مالوش قيمة في غزة اليوم. امبارح ستة ماتوا على الارض ما حد قامهم.